السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين صحيح؟ لاباس نتوما؟ بخير وعلى خير. نتمنى يا ربي هاد الفيديو وهاد النهار يلقاكم في احسن الاحوال، وكاع ليا ان شاء الله تكون عندكم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا ختكم صالحه النمله عنطير عنطير عنطرطه من جلسه البنات، ابدا ابدا، خصوصا دابا ملي قرب يعني بديت كنوجد الاستعدادات البنات ديال الاسبوع او ما يسمى العقيقه او ما يسمى الاسبوع باللغه ديالنا العاميه. فارتأيت او لا شفت بانه كل نهار خاصني نوجد حاجه حسن ما نوصل حتى يجي اسبوع او لي قرب، ونبدا ندور في عينيه ونوض نشري الحلوه جاهزه ونبدا نخسر في الفلوس. وراكم عارفين الواحد يلاه يلاه يبدا يعني يتبالى غير مع داك الشيء اللي عنده. فكيف ما كتشوفوا اختكم النملات، وتحيه للنمل، واخا انا عمرني ما نوصل للجد والاجتهاد والمثابره ديال النمل، تحيه للنمل وصحباتي النملات من هنا. البنات راكم كتسمعوني، كل نمله فيكم اللي ما كتجلسش، اللي مسكينه ملي تحل عينيها وهي هذه 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 يطيح عليها الظلام. فغادي يكون فيديو ان شاء الله اللي غادي يعجبكم، تابعوني. بسم الله على بركة الله. هنا رفقت بكري البنات، شربت لي كاس ديال المدافي، والصراحة ما فطرت ما حتى شي حاجة، بقيت حتى قرب الغدا عاد باش كليت. المهم هذا ماشي موضوعنا، موضوعنا دابا هو الفقاس. بالنسبة لهذا الفقاس البنات راه هو اللي كندير دائما، ماشي دائما، كل مرة كنوع، ولكن كندور تندور وكنرجع لهذا، لان هذا كي يعجبني اكثر واكثر. اول حاجة هنا البنات درت واحد القبيصة ديال الملحة، زدت عليها واحد ثلاثة الكيسان ديال السنيدة. ملي نقول كيسان هنا راه كيسان ديال العنبة، زدت عليهم جوج فاني ديال العادية. يمكن لكم البنات ديروا ديال زهر الفاني ديال زهرة البرتقال، لانه كيعطي واحد البنة واحد الريحة في الفقاس غريبة عجيبة كتحمق. زدت عليهم البنات 8 ديال البيضات. هنا البنات باش يخرج ليا القياس ديال تقريبا نقولوا جعلين 4 كيلو، يعني علين تقريبا واحد 3 كيلو ونص هاد الفقاس هذا. عفوا البنات والله القسم الا دخت، ماشي 3 كيلو ونص، علين 3 كيلو، علين 3 كيلو، لان 4 البيضات كيخرج لك كيلو قد قد، 8 البيضات كيخرج لك 2.5 كيلو، يعني علين 3 كيلو. فزدت عليهم هنايا 3 الكيسان ديال ديال الزيت، خلطت مزيان مزيان مزيان، وعاد باش زدت عليهم هنا 3 المعالق كبار ديال النافع، وزدت عليهم البنات 100 اولا كاس ديال الجنجلان منقي ومحمر، وتقريبا واحد 2 كيسان ديال اللوز البنات، وزدت 2 اولا 3 الخمارات، وخلطت وبديت كنزيد في الدقيق البنات. هنا البنات تبقاو تزيدوا الدقيق حتى يبان لكم العجينه ماشي تبقى كتلصق وماشي تكون مرخيه، لان الا كانت مرخيه ولويتوها ودخلتوها الفرن غتسيح لكم. ديروا الدقيق حتى غادي تحصلوا على هاد النتيجه اللي شفتوا. من بعد البنات خديت اولا العجينه الفران البنات، الا بغيتوا الفقاس يجيكم ناجح خاص ضروري الفران يكون بارد، ما ندخلوش الفران وهو سخون، تندخل اللاطه ديالي للفرن عاد باش نشعل العافيه، هذه ضروريه ضروريه. او ثاني حاجه بنات، راه داك الفقاس كله اسرار، من الاسرار ديالو اولا الفران خاصو يكون بارد، ثانيا العجينه ما خاصهاش تكون قاصحه، ثالثا البنات ملي ديروا السكر مع البيض مع الزيت خدموهم مزيان مزيان بحال باغي نطلعوا كيكه. انا خدمتهم غير بيدي، راكم شفتوا كيفاش خدمتهم، وراني البنات هاد الفقاس شاركته معكم ما هي مره ما هي جوج. ف كاينين كاع البنات اللي قالوا لي راه ولينا كنعتمدوا عليه. البنات ان شاء الله ما غاديش نبخل عليكم هاد الاسبوع بالحلويات، لانني كنوجد للعقيقه او للاسبوع ان شاء الله باذن الله. وانتم راكم غادي تكونوا حاضرين معايا في كل شيء هادشي المراحل حتى غادي يسالي الاسبوع ان شاء الله في امان. هنا خديت من بعد ما حربلتهم، شفتوا الحراب اللي خرجوا ليا. بالنسبه للحرابل البنات الا بغيتوا يجيكم الفقاس يجيكم الفقاس بحال هكا كيجي غليظ، مثلا الفقاسه كتجيكم بومبي من واحد الجهه، ما تسطحوش هاد الحريبلات هادو، اولا ما تسطحوهمش، يعني ما تبقاوش تقرصوا فيهم من الفوق. بغيتهم يجوا كيف ما انا بغيتهم، بغيتو شويه الفقاس يجيني طويل وبعقله،
بسطوهم شي شويه. انا هنايا دهنت بالبيض ديال البيض ورشيت عليهم باللوز من الايفي اللي من الفوق اللي هو البنات اختياري. بنات يلاه حطيت الفقاس باش يطيب. قلت زعما نسبق الفقاس هو الاول عاد غريبه، باش ملي نجي ندير غريبه كتبغي الفران يكون سخون. عرفت الناس صابحه ما قاده على فطور، ما قاده لدرجه هما اللي في البيت الصغير كيفطروا وانا نشوف واش جايبه. حقرت على ريان خديت ليه دانون ديالو، شربت الماء دافي في الصباح طبيعي الحال، وبقيت كنقول بلاتي شويه غادي تجيني الشهيه للماكل، بلاتي شويه ساعه كيجيو شي كيكونوا شي صباحات ما كتكونش عندي الشهيه نهائيا. اليوم ان شاء الله ناويين نديرو رفيسه، البارح قالت لينا اسماء ديروا لي رفيسه ما ساليناش باش نديروها، واليوم ان شاء الله يلا تشهد رفيسه. سالات هي ماشي سالات، بقى 40 يوم بقى ليها شي ايامات، شي 5 ايام ولا 6 ايام، المهم بقى ما حدا بقى داخل في 40 يوم تشهى. غنديرو غير الرفيسه العاديه البنات، ديك الرفيسه غتكلف بها ماما. نديرو ديك الرفيسه العاديه التقليديه، شويه ديال الدجاج نديرو فيها حتى الفول، المهم مسخنات وصافي. المهم البنات ها نتوما معايا اللي درتها اليوم، راكم معايا النهار كامل الله يخطيكم. انا خرجت هاد الفقاس كيف ما كتشوفوا، ها هو راني خرجته، درت عليه بلاستيكه وزدتهم هكا بمنديل نقي، وغادي نخليه 3 ديال السوايع عاده باش غادي ان شاء الله غادي غادي نجبدو باش نبدا نقطع ونحمرو. راه هو الفران تما كاين تما فين غادي ندير لحقاش باش ما يجينيش الصهد ليها في داك البيت. وماما دابا راها مشات كدير في نقولو نتوما كتدير في الرفيسه، الرفيسه البنات اليوم رفيستنا مرفوسه لحقاش حنا رفيستنا مشهينها ديك البلديه اللي بالفول وبالعدس. المهم ها نتوما ها هي ماما معاكم هي غتشرح لكم. اليوم الرفيسه الوالده غفلتيني عاوتاني. المهم البنات ها هي ماما تقول لكم شنو دارت هنايا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امين مرتاحين؟ الوليدات والبنيات أمكم السعدية راكم عزاز عندها غاليين بزاف. اليوم غادا نصور معكم غدانا الرفيسة العادية. أنا درت معكم هنا 10 قصيرة السمن، 10 قصيرة الخرقوم البلدي، وعشق سكين جبير، وعشق ديال البزار، وبصايلة ومليحة كما كتعرفوا، والزيت البلدية، والثومة، والزعفران. غنخليهم راكم كتعرفوا غنخليهم حتى تسخن الطنجره، ندير سكينجبير الفوق، وهادي غنقي حيت غديري زعفرانه ماما ماشي سكينجبير، الزعفران هاي عارفين. غادي نخليها فوق الطنجره حتى تسخن، ملي تسخن غادي نحكوها بليا بحال ما كما كتعرفوا، وندير العدس والحمص، العدس والفول كما كتعرفوا. الحمص بعد ديري الحرير قبلوا عليها كما جات. معاكم السعديه هادي. ايوا اختي راكتي الخير والبركه. اليوم قلت ليها احنا اسماء ما درناش ليها رفيسه من غير ديك الرفيسه اللي جابت ليلى، هذه هي رفيستنا البنات، هانتوما رفيست النافسه. وبالحق راه حنا توحشناها، وانا ماما ما ناكلش الرفيسه الا ما كان الا كانت زعما الا كنت انا دايرها بيدي. لا حيت عرفتي علاش؟ مش انت اي واحد دير رفيسه في نهارها ما ياكلهاش، ما ياكلهاش. كديري نسمن الخبز والغد كتنصبيها شي نهار اللي جابتها ليلى كلينا فيها مزيان وكون درنا بيدينا ما غناكلوش. داك الزيت كيقهر وكيغيلف البنات، ما تقدريش. دابا ماما راه كتنقي في ديك التويمه، كنقي في التويمه كنحيد ليها هاد شوفي شوف كتنقي فيلف. انا ها انتم البنات ها علاش انا كنضروا نكرد نضروا نكرد الفران على هاد المنظر الطبيعي اللي كتشوفوا فيه دابا. اش كاينه ماما؟ بصح انا دابا نحيد بصح حيت كنشقاو دابا، ممكن كنا نسالي الفران ونخليها. انا راه مخرجه الفران البنات لهيه، راه هو في المرح لحقاش باش ان شاء الله نجي نقضي واحد الغرض ونجي ان شاء الله نقطع هذاك الفقاس. شوفوا ان شاء الله كيفاش غادي يكون، مع انني راني مشاركه معكم دائما ولكن ولا بد من التكرار جديدين. والتكرار راه مزيان فيه الافاده، كيقول لك المثل في الاعاده. ماما في الاعاده لا
فائده افاده فائده كنقول انا فائده بحال الفائده. المهم نسيت هذاك اللي تيقولوا المغزى واحد. المهم انا دابا غادي نخلي راه عرفتي الثومه رانا اللي جبت البارح مزيان. الا ما كانتش الثومه حمراء ما كتجينيش الثومه ثومه. صيفطنا عزيز غضحكوا عليا فادي عاوتاني صيفطنا عزيز نوريكم البنات. صيفطنا عزيز جيب لينا الثومه. راجل شوفوا هذا المنظر الطبيعي اللي جاب نعمه الله. ايه ولكن واش بحال هادي بحال هادي اللي في يدي ماما تقريبا تقدر كمتها في قلبي وسكت وقلت صافي تنخرج ونشريها. ولكن ما تنسيش هادي راه تجي الدواء. هادي ماكله ودواء هاديك النص اللي بغا ينصب نصبو لحتي نصبو من جينا ما نشي نصبو حتى انا. انت اللي قلتي ما قادين عليه. انا عندي ديريكت انا مراه مراهاش مراه 60 هي المان ماناش هانتي ما تشوفو بالجب ماما مسكينة تجي مالك ماما شكون دوا معاك؟ ما قلتي ليا انا مراه عرفتك يا ماما ما شاء الله انا راجل انا راجل. المهم بنات غنخلي ماما قولي لهم اش غديري خليني نمشي نقضي غراضي. ومن اللي غيتخلى هذا الشيء كما كتشوفوا ومن اللي غيتخلى غدا الراوي ورمي العدس وفول. ايوا صافي يلا البنات وها نتوما معانا المرجان باش ناخذ الكوش الحاتم. ناخذ واحد الصخره بغاتها اسماء نجيبها ليها ويا كاع اللي جابتني ما جابني كاع الكوش. الكوش راه حدايا تما غنمشي نقلب بعدا على ديك الصخيره واحد اللعيبه الاسماء هي الاولى عاد باش ندوز ناخذ الكوش ونخرج فحالي. هاد فين ما بلاصه الحوايج هادو بلاصه الفاطي. ها هو بعدا هذا لقيتو الحويجات ديال الوليدات الصغار البنات. انا صافي دابا هادشي غنضرب عليه. زوينين هاد البيجامات هادو بيجامات ديال النعاس ديال الوليدات الصغار زوينين الوان حاطين البنات دابا هادشي ديال البرد. شوفوا ارنوب وارنوبة. عفسو البنات كي داير مرجان دابا الناس جايين يكسي ولادهم. اوه دكس هاد لي غايون اللي تيكون فيهم الحوايج ديال الوليدات الصغار عامرين دايرين لعيبات زوينين حويجات زوينين والالوان ولاو بعدا الناس كيلعبوا على الالوان. انا شحال هادي بيني وبين هادشي ماشي بين شحال هادي بيني وبين هادشي. انا عندي ما عندي ولاد باش نكسي يعني ما كنكونش عارفه هادشي كيفاش داير. كبيبطات فنين زوينين هاد الكبيبطات. دابا مع داخل البرد ناس تيكسيو وليداتهم بالسخون بالسخون يعني بالحوايج ديال البرد. هذاك الشيء اللي جيت نقلب عليها هو كاين هنا وضروري البنات من تبرقيك في من جي انايا المرجان ولا نكون هكا في شي غون سيرفاس ولا هذا نبقى نجي غير لهاد البلايص كيعجبني نبقى نتفرج في هاد الشيء ونشوفو خضر عويناتي واللي ما شريت نزه وانتم معايا منزهين. الطويبلات هي زوينه هادشي كله ديال الجرادي ولا هادي ديال الوليدات الصغار البنات يجلسوا عليها وياكلوا. شوفوها هي دايرين لها 199 درهم كيجلسوا عليها الوليدات وياكلوا.
بالز اللي مسافره اللي مسافره، البنات دابا عز عليهم على الالوان. زوينه هذه ديال ناف ناف، زوينه هانتو البنات. قولوا راني مسارياكم، شادي حتى هي زوينه اللي في الكري، واحد المنيظر زويون. بقول لي سيري في حالتك للدار، يلا توصلي. عرفتوا البنات ماشي تشدي الطاكسي باش نجي هنايا، مول الطاكسي حطني بعيده بعيده على مرجان. حتى ملي قلت ليه علاش قال لي وراه عندي واحد السيد واحد اخر. قلت له اخويا انت ركبتيني انا الاولى، ايوا ما بغيتش نبقى ندي ونجي معاه في الهضره. قلت صافي خليني نصبر وكملت على رجليا. مهمة الطوموبيل هذه، بعدا بزاف ديال المواقف كيوقعوا لي كياكدوا لي ان الطوموبيل مهمة. شوفوا البنات انتما الطبيصلات هادو عندي، ولكن في شكل اخر. هادو عندي غارقين انا القشقله البنات، هادي سامعين بالقشقله. هادشي البنات هو اللي كتشريه كتشريه بالنفس وبالذوق وبالعشق، في الاخر ملي تبغي تحولي كتلقاي القشقش داير بك، كيجيك تحول صعيب. راه من هادشي من القشقله. واحد هو اللي بقى خفيف ظريف، ياخذ غير الاساسيات. والله الا خاصني مقص، والله الا خاصني مقص، مقص يا مقصا ودير 30 درهم. دابا المشكله في هاد المرجان ملي كتشوفي الاسمنه ما عندك معمن الدوي. مازال كتمشي عند الخضار عند العطار عند كتقدري شويه تبقاي تقولي لي نقص لي، اما هادو ها هما كاتبين الكاع بالاحمر، يعني ما تبقايش تهضري معانا يعني ما تدويش، هزي ولا ما تهزيش. هادو تا هما زوينين هادو، ولكن نكذب عليكم الا قلت لكم عارفه علاش كيصلاحوا هادو. اشنو هما هادو البنات تقولوا لي في التعاليق الله يرضي عليكم، راه نتوما اللي كتوريوني فهاد القناه. امتى البنات انا ندير الطوموبيل ونجي نشري هادو؟ نوليت انا نسيق في نسيقت انا، نوليت انا نغسل في الطوموبيل ونشطف فيها ونجي نشري لها هادو. حيد الموتور ديال الموتور، موتور خاسر؟ لا لا ان شاء الله ما يكونش خاسر. نجي نشري الزيت. ايوا حنا نحلمو الكمال على الله. ها انتم البنات انا راه كنقطع في الفقاس، وماما كتصاوب في الرفيسه ولاني التليفون. شوف انا دابا مع واقفه عوجه عوجت هادي، ولاني التليفون ما مساعدش انه باش يشدنا بجوج، الا شدنا حنا ما يشدش داكشي اللي كنديرو. فقررنا اننا نتنازلو. تنازلنا باش ما نوريوش وجهنا. ها انتم شوفوا البنات غنوريكم الفقاس بانه وي شتي البنات شتو راني حاطه التليفون عا في الخطر. بغيت نوريكم البنات غير الفقاس بانه ما تهرس ما حتى حاجه، ها هو فقاس نهارو. انا غنبدا لكم البنات من الاول، دابا راه غير نسيت انا كنت كنقطع في الفقاس وغفلاتني عاوتاني الغفاله. دابا كتقلبيها دابا غادي تقلبها. ها انتما معايا ماما راه كدير دوك ديال الجوج البنات كتهنيها دغيا كتفك منها. المهم البنات انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش دارت، الصراحه كان عيان نتبع معاها من الاول من العجينه، ولكن انا ملي كنت في مرجان هي عجنت، جيت لقيتها عجنت.
كتبقى معاها كتبقى معاهم حتى كيتحمروا البنات، ماشي يتحمروا كيدخلهم طياب يعني قبيضين شويه شويه، ماشي قبيضين بزاف ماشي بزاف هي يعني حيت الفيسه ما خصهاش تكون معمره شويه. هنا البنات راه دايره قطعتهم صغار ودارت، قولي لهم ديك التخليطه اللي درتي درت فورص بوحدو مع الزيت بحال الشكل ديال الكيكه، وكتقطعيها صغيره فورص مع الزيت وكتعمر الوسط وكدير وحده على وحده. الفرصه البنات مع الزيت كتخلطوهم وكتعمروا ما بين كل وحده وديروا واحد شويه الفرص مع الزيت وكت بحال هكا. هذه هي طريقه الشده، ماما راه دارت الزيت هنايا في المقله وغتسرحها بحال هذا الشكل صافي. وهذه البنات راه غتفرق ليها ملي يدخلها طيب راه كتبدا تفرق وحده على وحده. المهم البنات هذه راه ماما قلبات المسمنه على الجهه الاخرى، دابا غادي تفرقهم. ها انتم البنات بكل سهوله كيتفرقوا ملي كديري ديك التخليطه ديال الفورس هذه، كنظن ما بارك عليه ياك. بالنسبه للفقاصه البنات هنا راني قطعته، دابا غادي ندير الفران يشعل ويسخن مزيان مزيان غير من التحت بوحدو، وملي يسخن غادي نحط اللاطه على وجه العافيه ونقص نخلي العافيه مهيله باش الفران عفوا باش الفقاص يطيب ويطيب مقرمل. المهم البنات دابا ماما غادي تقطع هاد التريدات، غادي تقطعيه دابا ياك ماما باش ان شاء الله نتغداو. والفقاص راه هو كيطيب كيتحمر، وها حنا نتوما معانا وها حنا معاكم. ها نتوما البنات دابا راني كنحط في الغدا، كندير واحد التسقيه هي الاولى من الفوق. دابا غادي ندير واحد شويه ديال الخبز باش البنات كتجي مسقيه مزيان وكتجي بنينه، كيجي يعني كيف. وانا ما غاديش نكثر الخبز لحقاش ماشي كلشي كيبغي رفيزه. غنزيد واحد التسقيه هنا فوق منها باش تجي مشربه. نهزها نهز نحاول نهز حتى شي شويه ديال المريقه والبصله بالعدس. عرفتوا البنات البنه كي جات ما نعاودش ليكم، مع حنا البنات راه ما كنديروش زعفران، انا زعفران كنديرو غير الا كان عندي شي كوموند، اما في الماكله ديالنا العاديه اليوميه كنديروش البنات زعفران. ماما زيديني عفاك نديرو ديك الرفيسه كلها كتبقى تبرد كتبقى زوينه صافي. دابا غادي غتخلي حتى واحد لا كثير صافي ما ديريهش كل بصح غير قياس. دابا البنات غادي نبدا نحط الدجاج. الدجاج البنات راه ولا غير فيسنا البنات، فيسنا بلديه بالثومه بالربيع، قبطه ديال الربيع ضروري خاصها تبان. شكون اللي تجي تاكل معنا الرفيسه البنات؟ شوفوا البنات هنا بقى لي لاطه وحده باش نكون ساليت. هنا البنات ها هو الفقيقيس كيف ما كتشوفوا كيجي البنات تحميره وحده، تحمار واحد اولا تحميره وحده قولي البزار هذا ماشي تحميره. مهم راه الاضاءه، انا الاضاءه عندي عيانه بزاف ما عرفتش اش غندير في هذا المشكل ديال الاضاءه. شحال من خطره بنات كنبغي ندير الشهيوات في الليل وما كتساعدنيش الاضاءه ديال الكوزينه،
وحتى الاضاءه ديال التليفون ما كتساعدنيش حتى كندير بناقص صافي، ولا اني كنقول زعما الا ما طيبت انا لا ما صورت بنهار ما كنقدرش نصور، لان الاضاءه عندي عيانه، وان شاء الله في القريب العاجل نلقى حل لهذا المشكل هذا. فكيف ما كتشوفوا ها هو الفقيقيس، والله البنات الى احسن واروع فقاص فيك يا المغرب. بغيتكم تجربوه، انا ما بغيتكمش عاد تشوفوه، بغيتكم تجربوه. المقادير ديالو غتلقاوهم في صندوق الوصف، سيروا نقلوهم وسيروا جربوه وجيو رحموا لي والديا. لانه فعلا النهار الكبير كندير فيه هذا الفقاس. بنات اقتصادي ما كيتهرش، ما كيتهرش اللي كتخاف من الفقاس انه يتهرس ليها، كوني اختي على يقين انه ما غيتهرش لك، وراني قطعته قدامكم والله القسم ما كيتهرس البنات. ها نتوما البنات وفقاس نهارو، فقاس نهارو. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الاخبار، ونتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم. وبغيت البنات لايكاتكم، لايكاتكم كيف ما دائما، وشكرا شكرا شكرا، والهلا يخطيكم ان شاء الله، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.